بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة معرفة حقوق التسجيل إن كنت ترغب في التسجيل للمراسلة. فعند تسجيلك وعند رغبتك في التسجيل في المراسلة هناك حقوق يجب عليك دفعها. طبعا كما شرحت في الفيديو السابق كيفية التسجيل في المراسلة، عند عملية التسجيل يوجد خيار كيف تريد الدراسة، هل تريد الدراسة بالأقراص أو هل تريد الدراسة بالكتب. طبعا هذه الأقراص وهذه الكتب طبعا يجب عليك الدفع في البريد، ومن ثم سوف تأتيك هذه الكتب لتقوم بالدراسة بها. طبعا فكل ما في الأمر وكل ما في الفيديو هو عبارة عن الدخول إلى هذا الرابط، ومن ثم تقوم بالضغط على حقوق التسجيل من هنا. طبعا قد يقول البعض هذه قديمة ونعرفها. طبعا هناك من لا يعرف، نعم هناك من لا يعرف هذه المعلومات، فأحيانا أقوم بنشر فيديوهات. هذه الفيديوهات تعتبر بسيطة ومعروفة وقديمة، ولكن هناك من لا يعرف المعلومة وعليه. فأي شيء أحسست أنه سيفيد الأعضاء أو سيفيد المتابعين أو سيفيد الذين يهتمون بالمراسلة طبعا سوف أنشره ولو كان بسيط. فلنتوجه إلى حقوق التسجيل. هناك ملاحظة بالنسبة إلى الموقع، وهذه وجهة نظري. طبعا هناك بالنسبة إلى حقوق التسجيل، هناك ما تجاهدون في الموقع تجدون علامة الدولار الأمريكي. طبعا هذا أعتبره خطأ، طبعا أعتبره خطأ، وهذه وجهة نظري، وأكون الاحترام طبعا لمصممي الموقع والموقع كموقع جزائري، ولكن هذا خطأ أن تضع علامة الدولار هنا. يجب أن يوضع مثلا علامة الدينار الجزائري، لأن هذا الموقع لا هو تابع للولايات المتحدة الأمريكية أو للولايات المتحدة الأمريكية، ولا أنت سوف تدفع بالدولار، فإنك سوف تدفع بالدينار. طبعا سوف نقوم بتوجه كما ذكرت، ومن ثم الضغط على حقوق التسجيل. وبعد ضغطنا على حقوق التسجيل وكما تشاهدون ظهرت معنا هذه النافذة. نقوم بالضغط هنا. طبعا هنا بالنسبة إلى الكتاب المدرسي سوف أتكلم قليلا بالدارجة طبعا أو العامية طبعا ليفهم الجميع. طبعا هناك خلط طبعا كبير في الفرق ما بين الدينار والسنتيم الجزائري. طبعا هنا بالنسبة إلى الكتاب 2677 دينار جزائري بالنسبة لحقوق التسجيل، بمعنى بمفهوم الدارجة الجزائرية 267700. هنا بالنسبة إلى القرش المضغوط، تجدون 1977 دينار جزائري بمعنى 197700. بالنسبة إلى الدراسة بالأرضية التعلمية عبر الإنترنت للمقبولين والجدد، هنا 1777 دينار جزائري أو 177700. بالنسبة إلى الدراسة بالأرضية التعلمية عبر الإنترنت طبعا سوف تجدون 1877 أو 187700. هذا كل ما في الأمر وهذا كل ما في هذا الفيديو. فكل شخص يريد التسجيل في المراسلة بإمكانه الاطلاع على هذه الأرقام ولمعرفة حقوق التسجيل الذي يجب عليه دفعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.